شاء الله غادي نهضروا على عملية ديال التسميم بمناسبة يعني إن شاء الله قرب العيد الأضحى. تعرفوا بلي عيد الأضحى هي المناسبة اللي تتباع فيها أغلب اللحوم الحمراء في المغرب، ومجموعة من الكسابة ومن يعني المستثمرين تيخدموا في هذا المجال ديال التسمين ديال الحولي ديال العيد. دونك السيد اللي غيدير هذا المشروع، أول حاجة هو خصو يوجد البلاصة فين غادي يسمن. دونك هاد البلاصة الزريبة ولا الحاضرة ستكون مهوية، تكون مضوية، تكون كافية من ناحية المساحة، ثم تسهل العملية ديال التنظيف وديال توزيع الأعلاف وفرز وعزل الخرفان. من الأحسن خصنا نقسموا الخرفان لمجموعات، يكونوا مجموعات متجانسة على حسب الوزن ديالها والعمر ديالها، لأنه كل وزن وعنده الماكلة ديالو، وتكون الشرابات والوكالات بعدد الكافي باش كل شيء ياكل في نفس الوقت. ثم دوزو الاختيار ديال الخرفان التسمين. دوك الناس اللي تيشريو الخرفان من السوق ديال ولاد النعجه اللي تيسرحوا، دونك لابد نعطيو اهميه لاختيار ديال الخرفان، لانه هي اللي تحدد لي الهامش ديال الربح. دونك خصنا نشتريو حاجه تكون نقيه، تكون صحيحه، وبطبيعه الحال نختاروا السلالات اللي مطلوبه في السوق واللي تعطي مردوديه ديال اللحم. اليوم معروفين كاينين السلالات المغربيه معروفين، السردي، الطيم حديد، بنيكيل، بجاد، هادو كلهم تيعطيو يعني اللحم مزيان. وبطبيعه الحال خص العمر ديالها بالنسبه للعيد الكبير ممكن نمشيو من 6 شهور حتى 12 شهر بالنسبه للعيد الكبير، نوع العيد الكبير تكون فيه الثمن يعني زايد. بالنسبه للايام العاديه ما خصش العمر يفوت 6 شهور باش يكون فيه الربح للكساب. بطبيعة الحال فاش نشري دوك الخرفان لابد فاش ندخلهم الحظيرة خصني ندير واحد التدخل، نحارب الطفيليات الداخلية والخارجية، ثم ندير واحد تلقيح ضد التسممات المعوية الغذائية، لأنه غادي نغير النمط الغذائي ديال هاد الرؤوس الأغنام وما يكونش عندي مشاكل من بعد. بالنسبة للتغذية اللي هي واحد التكلفة تقريبا تتوصل 70% من المصاريف ديال التسمين. دونك كاين واحد الفتره اسمها الفتره ديال التاقلم، لانه غالبا الخرفان كانوا تيسرحوا في المراعي، دونك غادي نجي نسمنهم بالعلف. دونك كاين واحد الفتره ديال التاقلم خصها سيمانه، تنبقى نعطي هذيك التخليطه ديالي تنعطيها بالتدريج بشويه بشويه حتى تولفها دوك الميكروبات ودوك لي باكتيري اللي كاينين في الجهاز الهضمي ديال الخرفان، باش ما يسببوش ليا مشاكل وما يكونش عندي موته. دونك واحد الفتره ديال التاقلم ديال السيمانه لابد انه تنعطي داك التخليطه ديالي تدريجيا شويه بشويه حتى تولفها. ثم خصني نعطي التخليطه ديالي خصها تكون يعني فيها جميع المكونات من بروتينات من طاقه من املاح معدنيه، والماء خصو يكون اللي متوفر يعني دائما حدا الخرفان. بطبيعه الحال بالنسبه للتخليطه تنشوفوا العلف اللي كاين في السوق واللي في جوده زوينه، ولا بد انه خص يجيب واحد نسب معينه من البروتينات، لان البروتينات مهمه، ومن الاملاح المعدنيه ومن الطاقه. دونك تنقولوا خص تقريبا واحد بين 12% حتى 17% ديال الاعلاف خشنه تكون تبان ولا تكون في الصيابسه، بين 12% حتى 17%، بين واحد 20% حتى 30% ديال الاعلاف ديال البروتينات. هنا تنقصدوا الصوجا وتنقصدوا التورنوسول لان البروتينات مهمين، ثم واحد 50% حتى 60% ديال الحبوب ديال الشعير وديال يعني الذره. وتنصحوا باش نضيفوا واحد 2 كيلو في كل 100 كيلو ديال التخليطه ديال الملحه، تعطينا حتى بعض المكونات، بعض الاملاح المعدنيه اللي مهمه للجسم ديال الخروف. وبطبيعه الحال قلنا الماء خصو يكون متوفر دائم، ودوك الاحجار ديال اللحم اللي تيحسوا يعني الغنم حتى هما الاحسن اننا نجيبهم نحطهم حدا الغنم. اذا هاد التخليطه تنعطيو بمقدار تقريبا 2.5% على حسب الوزن ديال الخروف. دونك ملي تيكون الخروف مثلا فيه واحد 40 كيلو راه تنضربها في 2.5 تعطيني تقريبا واحد كيلو تقريبا ديال الالف. دونك يعني في عملية التسمين ف يعني ناخذوا العبير ديال الوزن فهو مهم باش نعرفوا شحال خصني نعطي ديال الالف، وباش نعرفوا واش هذاك الالف ديالي تيعطي المنتوج ولا لا. دونك هذه بعض النصائح
بالنسبة للناس اللي مقبلين على عملية التسمين، نتمنى من الله أنها تفيدكم، وإن شاء الله نتمنى من الله أنه الظروف المناخية تساعد الكسابة ديالنا باش أنه تدوز واحد السنة في الأحياء يعني في أحسن ما يرام. وشكرا.